الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نادي الكويت الرياضي ونادي ناساف الأوزبكي ضمن بطولة دوري أبطال آسيا 2. نرحب في الضيوف الكرام المتواجدين معنا: فريق ناساف الأوزبكي المدرب روزوبول بيرديف من أوزباكستان، ومدير الفريق بوبول جون، واللاعب بول جيبولايب. وحابين نتطرق معهم عن مباراة بكرة وآرائهم الخاصة. نبتدي مع المدرب. We welcome you in Kuwait, and we hope tomorrow game will be the best game, and the both of the team can play good game tomorrow. And we need to ask the coach about tomorrow game and his opinion for tomorrow. يؤكد على جهوزية فريقه لمباراة الغد، ويقول أن لدينا الخبرة الكافية في المنافسات الخارجية وخاصة الآسيوية في السنوات الماضية، وبكرة أو في يوم الغد نخوض المباراة الأولى في دور المجموعات أمام فريق صعب وقوي ولديه عناصر جيدة، وكذلك المنافسين في المجموعة لديهم مستوى مميز ويجب الحصد والتركيز في جميع المباريات، ونحن أعددنا فريقنا بشكل جيد خلال الفترة الماضية لخوض هذه البطولة. والآن نذهب وننتقل إلى اللاعب لسؤاله عن مباراة الغد. السلام عليكم. جمعامز için ertə mühtəm uxum müsabaqı başlayış ərafəsində rəqibimiz həm ciddi. Bu müsabaqı üçün ciddi biz həm təyər gəldik gördük. Ertəki fəqat icabı nəticə üçün meydana çıxarız. ترجمة لكلام اللاعب. طبعا يؤكد اللاعب على بداية بطولة آسيوية مهمة جدا
للاعبين في يوم الغد، ويعتبر أن هذا تحدي للفريق الأوزبكي في هذه المنافسات، ويجب أن يتحلى الفريق بالجدية من بداية البطولة وهو يوم الغد، ويؤكد اللاعب على الاستعداد الجيد لهذه المباراة ولهذه البطولة تحديدا، ويطمح اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وجيدة. حاليا نفتح باب الأسئلة للأخوة الإعلاميين والصحفيين، يجب ذكر الاسم والجهة. تفضل. أحمد حامد جريدة. أحمد حامد فروم جريدة. يعني انطباع عن فريق الكويت الجيد، هم خلطة منتشر مباراة في الدوري الأوزبكي، تحذيرهم وصل لمرحلة تضيع نادي الكويت، ولا شايف ان في فروقات يعني لمصلحة مين؟ Now your team play 18 game in the league, right? 18 game. And your physical is very good. We need to ask the coach about the difference from you and Kuwait team play 4 or 5 games this season, and you play 18 game. About the physical. Ko'rsatib beryapti. Bu degani ikkalasi ham yaxshi holatda. Chunki Quvayt jamoasini biz o'rganganimizda ko'rdikki, chempionat endi boshlangan qaramasdan faqat stabil o'ynayapti. 4 o'yinda 4 g'alaba, 15 ta gol urdi, gol o'tkazgan. Bu degani Quvayt jamoasi ham yaxshi holatda. Ikkita jamoa ham yaxshi holatda. Men o'ylaymanki, ertaga muxlislar uchun ham ajoyib o'yin bo'ladi. Both teams are showing good results in the championships. When we start to watch matches of the Kuwait, we have found out that the Kuwait team is also showing very good results. 4 matches played and 4 wins. They scored 15 goals and they conceded only 1 goal. So Kuwait is, as you mentioned on the last episode, Kuwait is one of the best teams in Kuwait for the last years. Good team, and both teams are in the same position. المدرب يؤكد لك على أن نتائجنا مميزة في الدوري صحيح، ولكن متابعتنا ومشاهدتنا لفريق الكويت نعرف أن نتائجهم في هذا الموسم نتائج ممتازة، وتسجيلهم التهديفي ممتاز، سجلوا 15 هدف في بداية هذا الموسم، وهو فريق جاهز ومن أفضل الفرق في دولة الكويت خلال السنوات الأخيرة، فهذا ما يقلل من خوضنا 18 مباراة أو لياقتنا البدنية تفوق لياقتهم البدنية. في أي سؤال آخر؟ انطباع اللاعب عن الدوري الكويتي أو عن اللاعب الكويتي بشكل عام؟ We can say that the Kuwait players are the base of the Kuwait national team. So we have, according to this, we had the preparations for this match. We didn't prepare for only the game fans, but we prepared for the against the opponent team. اللاعب ان نادي الكويت لديه الافضل اللاعبين في دولة الكويت، وغالبيتهم يمثلون منتخب الكويت، وهو امر ايجابي بالنسبة لهم، ولكن مستعدين لخوض هذا اللقاء بشكل جيد ولكل الفرق المنافسة لنا في المجموعة. في اي سؤال اخر؟ نشكركم على الحضور. Thank you.